أهلا بكم. تستمر الألغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي والمخلوع في حصد أرواح اليمنيين في أكثر من 16 محافظة يمنية. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أعلن عن مقتل 615 شخصا وإصابة الآلاف جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح خلال العام الماضي، فيما أعلنت الأمم المتحدة إزالة عشرات الآلاف من بقايا المتفجرات في اليمن منذ بداية الحرب. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف تتعامل المنظمة المحلية والدولية مع خطر الألغام؟ وهل جهود الفرق الهندسية كافية للحد من مخاطر الألغام المزروعة في كافة المناطق التي تشهد مواجهة بين القوات الشرعية والميليشيا؟ يمر اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام على اليمنيين حاملا معه المزيد من المآسي، حيث لا يمر يوم دون أن يسقط ضحايا جدد بالألغام التي لا تميز بين طفل أو كبير، وتمنع عودة الآلاف من النازحين إلى مساكنهم التي تم تفخيخها بالعبوات الناسفة وزرع الطرق المؤدية إليها. تمثل عملية نزع الألغام تحديا كبيرا في وجه عملية تطبيع الحياة في عدد كبير من المناطق، وما زالت الذاكرة تمتلئ بصور الأطفال الذين فقدوا أقدامهم وأجزاء من أجسادهم نتيجة انفجار الألغام في واحدة من أبشع صور الحرب ونتائجها. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة هذا التقرير. في حرب طالت فصولها وتعددت مراحلها، من لم يمت بفعل القذائف التي تصل للمنازل كل يوم سيلاقي ذات المصير، ولكن بفعل الألغام المنتشرة في مساحات طويلة. وأمام واقع المعارك والمواجهات الممتدة خارطتها على معظم المحافظات والتي يذهب ضحيتها العشرات كل يوم، ما تزال الألغام التي زرعت تمثل القاتل الخفي في معادلة الموت. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف أن ميليشيا الحوثي وصالح ارتكبت 2258 حالة انتهاك إثر الألغام التي زرعتها في 16 محافظة منذ بداية انقلابها. القتلى الموزعون على خارطة ضحايا الألغام وصل عددهم في الإحصائية الأخيرة التي رفعها التحالف اليمني إلى 615 حالة، معظمهم من فئة النساء والأطفال دون سن 16. خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا حتى اللحظة ليست معروفة بحسب منظمات حقوقية، وفيما تكرس الفرق الهندسية جهودها لمحاولة نزع الألغام من المناطق التي شملتها المواجهات، ما تزال المناطق التي يعود إليها النازحون بعد واقع هذه المواجهات تمثل خطورة أخرى على حياتهم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس أشار إلى أن السلام في اليمن بدون الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام هو سلام غير كامل، وحث على إبقاء هذه المسألة في صدارة جدول الأعمال الدولي عند التفاوض بشأن السلام. وفي مناطق شديدة الوعورة في التخلص من مخاطر المتفجرات والألغام، أعلنت الأمم المتحدة إزالة عشرات الآلاف من بقايا الألغام، وأوضحت المنظمة أنه منذ العام 2016 تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن من إزالة ما يزيد عن 360 ألفا من بقايا المتفجرات والألغام التي تسببت بالموت أو الإصابة. تمثل الألغام القتل غير المرئي الذي يخلف كل يوم العديد من الضحايا الأبرياء، وأمام فترات زمنية طويلة سيحتاج لها اليمنيون لتجاوز هذه المشكلة، ما تزال شبكات المتفجرات التي زرعت بمختلف الطرق بمثابة الخطر الذي يهدد الحاضر والمستقبل على حد سواء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ النقاش مع العميد المهندس طاهر حميد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في محور تعز. مرحبا بك سيادة العميد. سيادة العميد هل تسمعني؟
يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد. إذن مشاهدينا الكرام نذكر بأن اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، والذي يصادف الرابع من هذا الشهر، واليمن تمر في أسوأ مراحل قد تمر بها من حيث انتشار شبكة الألغام. إذن يبدو أن سيادة العميد معنا. سيادة العميد هل تسمعني؟ هل سيادة العميد معنا؟ إذن مشاهدينا الكرام كما قلنا في بداية الحلقة، هو اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، حيث كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية ارتكبت أكثر من 2000 حالة انتهاك إثر الألغام التي زرعتها في 16 محافظة يمنية. وقال التحالف في تقريره الذي أصدره بعنوان الألغام القاتل الخفي، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف 4 إبريل تحت شعار تلبية احتياجات الناس محور العمل، أنه وثق أكثر من 2000 حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها الألغام في اليمن منذ بداية الحرب منذ أكثر من عامين. إذن معنا من مأرب الناشطة سقطرة علي حسن، وهي أمين عام منظمة حماية منظمة حقوقية، لتطلعنا على الوضع في محافظة مأرب. مرحبا بك سقطرة. مرحبا بك سيدة سقطرة. كراصدين وعاملين في منظمة تعمل في مجال التوعية من أخطار الألغام في مأرب، هل يمكن أن تحدثينا عن الإحصائيات التي رفعتموها لواقع ضحايا الألغام في المحافظة، محافظة مأرب؟ بالطبع يمكن التحدث عن ذلك. بالبداية أنا بمناسبة هذا اليوم العالمي عن مخاطر الألغام شرفني أن أكون متواجدة معكم على القناة. أهلا بك. بالنسبة للإحصائيات في العام 2015 أو في أواخر العام 2015 كانت معنا 76 يعني حالة من المدنيين التي قتلتهم الألغام وجرحتهم، كان من بينهم 17 طفلا وثلاث نساء. نعم. في العام 2016 قتلت الألغام وجرحت 61 مدنيا من بينهم 33 طفلا وسبع نساء. كمان في العام 2016 كانت للذخائر الغير متفجرة دور، فقتلت 16 يعني شخص ومن بينهم طفل واحد. نعم. تفضلي. في العام كمان 2016 قامت الفرق الهندسية لنزع الألغام بنزع 1878 لغما فرديا و 6420 لغما مضادا للدروع الذي موصل بالدواسات، هذه الدواسات تعمل على تحويل اللغم المضاد للدروع إلى لغم فردي. نعم. أيوه. إذن هذه كانت هي الإحصائيات، أما بالنسبة لإحصائيات 2007 ما يقارب 10 أشخاص. نعم. إلى الآن. نعم سقطرة، إذا ما تحدثنا عن المناطق الأكثر انتشارا للألغام في مأرب، هل هنالك مناطق معينة تنتشر فيها أكثر من دون غيرها؟ ايوه في مناطق، بالنسبه لضواحي مدينه مأرب كجا سايله الجفينه وغيرها هذه يعني مليانه بالالغام. كذلك حريب نهم ايضا مليانه بالالغام، كذلك سرواح، مجزر، بعض مناطق الوادي، يعني الالغام فيها بشكل كبير. نعم. هي التي ولدت هذه الاحصائيات. نعم. هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية والعسكرية للتخفيف من مخاطر الألغام في المحافظة والتعامل معها؟ أيوة بيننا تواصل. بالنسبة للفرق الهندسية كان معنا تواصل بينهم، التقينا برئيس الدائرة الهندسية كان في 31/5/2016، بحثنا احنا وياه على اوجه تعاون مشتركه بين منظمه حمايه والدائره الهندسيه في مجال مكافحه الالغام وسبل تعزيزها، حتى توصلنا احنا وياه الى ان احنا نكون يعني اي حاله او اي حال تعرض للالغام يتم التواصل
وهم بذلك دورهم. نعم سقطرى، إذا ما تحدثنا عن مأرب كونها المثال الأكثر نجاحا للمناطق المحررة ولأداء الحكومة الشرعية فيها، نستطيع القول أنها أفضل من غيرها من هذه الناحية؟ هنالك إمكانيات وفرق تتعامل مع مشكلة الألغام في مأرب؟ فعلا الحكومة الشرعية يعني لها جهود، ولكن نعتبر احنا جهود سلبيه. ذلك يرجع لسببين، يكون يعني السبب الاول ان الامكانيات المتاحه للحكومه في الوقت الحالي شحيحه. نعم. وبحسب تصريحات الشعب الهندسيه ووزاره الدفاع اكدت الى ان الامكانيات المتوفره في المركز الوطني الرئيسي في صنعاء وفرعه الذي في عدن تم السيطره عليه من قبل جماعه الحوثي، وبالتالي لم تعد موجوده، يعني لا معداته ولا اجهزته ولا غيرها من الاشياء. لذلك لم يعد هذا المركز لا سوى في صنعاء ولا الفرع حق اللي في عدن لم يعد بيد الحكومه. نعم. السبب الثاني قد يكون ان الحكومه لم تعر الموضوع الاهتمام الكافي. هناك مسؤوليات تتحملها الحكومه في الوقت الحالي. نعم. اعتبر انها تتمثل في ترسيم هذه المناطق واصدار قرار حكومي بشان هذه المناطق. على سبيل المثال يعني في محافظه مأرب تم قرار حكومي بتسمية هذه المناطق الملوثة، وهي ضواحي مدينة مأرب بالدرجة الأساس والعبدية والصباح وحريب ومجزر وحريب نهم. هذه حريب نهم يعني لا تتبعنا إداريا بس هي تتبعنا جغرافيا، وما نعم. زال الآن يعني تجي حالات من حريب نهم. نعم. يعني إلى الآن لم يستر هذا القرار حتى الآن من قبل الحكومة. ثم أنا طالبنا الحكومة يعني بأكثر من مرة وعبر فعاليات كثيرة بأنه يجب أن يكون في محافظة مركز على الأقل للتعامل مع الألغام، يعني يكون مقرر في محافظة مأرب وهو يخدم أقليم محافظة مأرب يعني بشكل عام، يعني يتضمن توعية مستمرة كيفية نزع الألغام، تطهير فيما بعد، ولكن ذلك لم يحظى بتجاوب الحكومة. يعني قد يكون حصل هناك تجاوب ولكن يعني تجاوب بسيط، سيكون ولكن هذا لا. نعم سقطرى، سيكون معنا مسؤول ليتحدث عن الدور الحكومي، سأنقل له هذا التساؤل. إذا أمين عام منظمة حماية سقطرى علي حسن، كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى العميد المهندس طاهر حميد، رئيس شعبة الهندسة العسكرية في محور تعز. مرحبا بك سيادة العميد، هل تسمعني؟ مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام سيادة العميد، اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وكما تشير بعض التقارير المحلية أن تعز ربما هي الأكثر تضررا من هذه الكارثة. بداية لو تضعنا في صورة حجم استخدام الألغام في مدينة تعز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي قناة بلقيس اليمنية القناة الرائدة. وسوف نتطرق لهذا الموضوع بأن الميليشيات يعني تحاصر مدينة تعز ليس بالسلاح والقذائف والدبابات والرشاشات الثقيلة، ولكن هناك 100,000 لغم تحيط في مدينة تعز منذ شهر 1/2016. بدأت الميليشيات تستخدم الألغام بشكل جنوني، واستخدمت الألغام ليس الألغام المحرمة دوليا الصغيرة، ولكن في عبوات ناسفة وصل وزنها إلى 200 طن، إلى 200 كيلو متر، إلى 200 كيلو جرام، يعني براميل متفجرة تحت الأرض مزودة بدواسات، والدواسات مزودة بطاقة كهربائية تحول بضحية لتفجير نفسها بنفسها. والمقصود بها هو تعريض الأفراد للخطر وإبادتهم، وهذا أكبر الأخطار، ومحرم دوليا استخدام الألغام الذي تستهدف الأفراد. كذلك الميليشيات استخدمت الألغام في المزارع وجوار الآبار وجوار الشركات الصناعية والطرق والمراعي، وفي المستقبل سوف نعاني في تعز من أضرار الألغام وأضرار كثيرة جدا. ضيفتي في البرنامج الآن أشرق المقطري أشكرها، عندها معلومات فعلا صحيحة، ولكن ذلك كان في شهر 3/2016، أما الآن فالعدد تضاعف. نعم. بالنسبة
العدد تضاعف بالنسبة للمصابين بالألغام. تصحيح فقط سيادة العميد، كانت معنا سقطرة وهي أمين عام لمنظمة حقوقية في مأرب وليست سيدة إشراق المقطري. سيادة العميد، نعم، أنت كرئيس لشعبة الهندسة العسكرية في تعز، ما هي الآليات والإجراءات التي تستخدمونها للكشف عن الألغام المزروعة؟ ماذا تقدمون للمدنيين لحمايتهم من مخاطر هذه الألغام؟ هل لديكم الإمكانيات المتاحة والكافية للتعامل مع هذا الخطر؟ أولا لدينا خبرتنا وإصرارنا على أن نحن نبعد الخطر من أمام الناس. كذلك المناطق الملغومة هي الآن تحت سيطرة الحوثيين، وأي منطقة ينسحبوا منها احنا نقوم بتطهيرها بجهود ذاتية. كذلك معنا 6 أجهزة لكشف الألغام بالرنين المغناطيسي تحت الأرض، وعندي قمت بتدريب بحدود 40 فرد موجود في شعبة الهندسة جديدين. ويعني الآن احنا نعاني من شحة المواد وكذلك الكادر المدرب الكافي، لأنه إحنا في المستقبل إذا وقفت الحرب نحتاج إلى كتيبة كامل لا يقل عن 300 فرد حتى إن إحنا نتخلص من الألغام، ليس في مدينة تعز فقط ولكن في المديريات الريفية المتباعدة عن تعز من الغرب ومن الجنوب تبعد 70 مئات كيلو. هذه المناطق تحتاج إلى فرق، هناك في العبوس، هناك في برداد، هناك في الحكوم، في راسن، في بني عمر، هذه كل مناطق موبوءة. كذلك منطقة الوازعية هي أكثر من مناطق يعني تضرر من الألغام وكرح فيها ضحايا كثير جدا. كذلك منطقة الساحل والشواطئ البحرية للبحر الأحمر الآن لا أقول بأن الإحصائية اللي قلت لكم سابقا 100,000 لغم هي موجودة في المديريات والمدينة، ولكن الشاطئ هناك ألغام زرعت وهي من أخطر الألغام دوليا، الألغام الغاطسة والألغام العايمة التي تستهدف السفن التجارية، وهذا ستؤدي إلى كارثة اقتصادية لا تضر باقتصاد اليمن فقط ولكن ستضر بالاقتصاد الدولي بشكل عام. ومن أجل نتلاشى هذه المعضلة المستقبلية أنا أناشد الأمين العام المتحدة والمراكز الدولية والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان أن تضغط على ميليشيا الحوثي والمخلوع بعدم استخدام الألغام وتزويدنا بخرائط حتى نحدد أماكنها ونستطيع أن ننتشلها. كذلك يحددوا الأماكن ويوقفوا استخدام الألغام البحرية التي ستكون لها أكثر. نعم، وصلت الفكرة سيادة العميد. تفضل بالبقاء معي، سأعود إليك لتكمل حديثك. اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث وكيل وزارة حقوق الإنسان الذي ينضم إلينا من القاهرة نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك سيد نبيل، لعلك استمعت للمهندس طاهر حميد وهو يتحدث عن كارثية مشكلة الألغام ويقول أن هنالك شحة في المواد الكافية والإمكانيات لدى الشعبة للتعامل مع المشكلة. ومن قبله كان معنا أيضا سقطرة علي حسن من مأرب، تحدثت أيضا عن قصور حكومي وأن هنالك تخاطب من قبل هذه المنظمات مع الجهات الحكومية المعنية لتزويدها بالإمكانيات وما إلى ذلك ولا يوجد تفاعل. سيد نبيل، إذن اليوم في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، ما الذي قدمته وزارة حقوق الإنسان كجهة رسمية من معنية بشكل مباشر بالتعامل مع المشكلة؟ بداية أسعد الله مساءك عزيزة جميع ضيوفك في هذه الحلقة الهامة التي تستعرض هذا الشأن المحزن لما تقوم به الميليشيات الانقلابية في الأرض اليمنية. نعم. بداية أحب أن أقول أننا في الفترة الماضية وخلال الفترة من بداية شهر مارس الماضي وحتى يوم 24 من مارس كانت لنا لقاءات عديدة في أروقة الأمم المتحدة في جنيف في سويسرا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفي إطار الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتقينا بعدد من الجهات الدولية وكانت إحدى أهم المواضيع التي تطرقنا لها موضوع الألغام وما تقوم به هذه الميليشيات. نعم. حيث جاء في التقرير الحكومي الذي تقدمنا به أن عدد الألغام التي
نستطيع أن نتحدث عنها في الفترة الحالية مما يمكن رصده يتجاوز 250 ألف لغم. يعني تعتبر محافظة تعز على رأس المحافظات التي تنتشر فيه هذا الألغام، كما أشار الأخ العميد. أنا طبعا لم أستمع إلا للجزء الأخير من حديث العميد ضيفك الكريم، لكن أؤكد على ما جاء في كلامه من حيث خطورة الألغام. اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الألغام البردية وضرورة التخلص منها، وذلك في عام 1998 تحديدا في شهر سبتمبر. وهذه الاتفاقية الدولية عن طريقها أصبحت اليمن ملزمة إلزاما كاملا بالتخلص من كل الألغام الفردية. ما تفاجأنا به خلال الحرب أن الميليشيات استخدمت، اتضح أن حكومة المخلوع أو الجيش في فترة المخلوع ظل يحتفظ بكل الألغام، حيث وجدنا ألغام تاريخها. نعم سيد نبيل، عفوا على المقاطعة، ولكنك تحدثت عن لقاءات دارت في أروقة المحافل الدولية والمنظمات الدولية، ما هل نستطيع التحدث عن نتائج ملموسة على أرض الواقع لهذه اللقاءات؟ الآن المشكلة تتطلب حلول عاجلة مستعجلة على أرض الواقع، على الأرض، ولا نكتفي بالحديث عن اللقاءات والتنسيقات. طبعا هو حدث لقاءات كثيرة، منها أيضا لقاء في الخارجية الهولندية في لاهاي، حيث تم طرح هذا الموضوع أيضا في لاهاي، وهناك الآن لقاءات قائمة مع الخارجية الألمانية. نحن نحاول أن نحدث حركة حقوقية في أوروبا بمقابل ما تقوم به هذه الميليشيات عبر دوائر مشبوهة لهم في أوروبا. الآن تضع أنها مستهدفة وليست هي الجلاد الذي يقوم بهذا الدور ضد الشعب اليمني. ما حدث الآن بالنسبة للنتائج التي تسألين عنها، كل تم الاتفاق على ما يلي. واحد، هناك أولا لدينا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وهو يقوم الآن بعملية، هناك مشروع لديه لعملية المساهمة في انتزاع الألغام. ما تم انتزاعه في الفترة الماضية فيما يخص عدن ولحم قرابة 30 ألف لغم. ما تم انتزاعه في محافظة مأرب 36 ألف لغم. وما تزال عملية انتزاع الألغام قائمة، لكن هناك إشكاليات كثيرة. هناك أيضا برنامج نعد له، تم الاتفاق على أن نقدم برنامج متكامل إلى المفوضية الشاملة لحقوق الإنسان لدعم عملية التخلص من الألغام. ننتظر أن تكون هناك موافقة، يعني موافقة ودعم لعملية المساهمة في انتزاع هذه الألغام. عندنا إشكالية كبيرة الآن بعد تحرير المخا، اكتشفنا أن هذه الميليشيات قامت بتلغيم السواحل اليمنية، وهذا سيؤدي كما أشار الأخ العميد إلى أننا سنجد أنفسنا أمام مآسي ربما كبيرة إذا لم يكن هناك تحرك دولي. لذلك قمنا بطرح كل هذه الإشكاليات على الجهات الدولية. هناك بعض الوعود، لكن حتى الآن لا يوجد سوى برنامج وحيد الذي تقوم به الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وما زلنا ننتظر تجاوب بقية الهيئات الدولية. نعم وصلت الفكرة سيد نبيل، شكرا جزيلا لك. للأسف لم يعد لدينا الوقت، إذن وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن عودة أخيرة إليك سيادة العميد طاهر حميد، هناك سؤال يمكن دائما يتكرر على المشاهدين، كيف يتم التعامل مع هذه الألغام بعد انتزاعها؟ كيف تقومون بالتخلص منها؟ وهل أيضا عملية التخلص منها آثار على الأرض والإنسان؟ طبعا هي أصلا كارثة، سواء هي كانت تحت الأرض أو فوق الأرض. نحن نقوم بتجميع الألغام، وقمنا بنزع في مدينة تعز وضواحيها بحدود 6000 لغم، فقمنا بأكثر من مرة نقوم بتجميعها في منطقة من المناطق ويتم تفجيرها بعسى التخلص منها. طبعا نحن الآن نشتغل بدون أي دعم من أي منظمة، الانفيدي هذا لا يدعمنا بشيء ولا في اي حاجه. صح انهم بيوزعوا اليافطات في الشوارع وكذا وعناوين، لكن لا يوجد لهم اي اثر، ولم يكونوا متواجدين في تعز،
بس عندهم مخططات يعني للمستقبل. احنا نعمل اليوم هذه انا في المعركه وفي يوم في مناسبه اليوم العالمي لمكافحه الالغام قدمنا اليوم ضحايا جديده، يعني 3 انفجارات الغام اليوم بحدود 6 افراد تعرضوا للاصابه في اليوم العالمي لمكافحه الالغام. بالنسبه للعدد اللي اصيبوا في الالغام صحح، قلت لكم انه كان بشهر 2 صح العدد كان بحدود 6%، الان العدد ضاعف وصل لتقارير حكوميه رسميه الى 1580، بينما الشهر مارس هذا لم يحتسب. فالاعداد بالنسبه للمصابين بتتطور في كل يوم بكثير جدا، وانا بخبرتي في مجال الالغام وخبرتي الثقافيه في مجال الالغام في العالم، اليمن تعتبر هي نعم سيد العميد شكرا جزيلا لك. شكرا لك. للاسف انتهى وقت البرنامج، نتمنى السلامه لجميع عاملين برنامج نزع الالغام. اذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من زوايا الحدث. لا يسعني بالاخير الا ان اشكر ضيوفي، كان معي العميد المهندس طاهر حميد وهو رئيس شعبه الهندسه العسكريه في محور تعز، وكان معي وكيل وزاره حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ من القاهره، والناشطه سقطرة علي حسن أمين عام منظمة حماية التي كانت معي من مأرب. هذه تحية أنا أمل علي وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني. نلقاكم على خير.